لجنة البر دي كانت مدرسة، يعني كانت مدرسة ليس فقط في التعامل مع المخدومين، إنما كانت مدرسة للخدام أكتر. أيوة، هو طالبهم باحتمال ضعاف. مش بس إن احنا ندي الاحتياجات، لا، إن احنا نحتمل الضعفات. لو واحد مثلا كذب عشان خاطر ياخد حاجة، لو واحد قال كذا، لو واحد عمل كذا، لو مش عارف ايه، مش شرط ان احنا نزعل، واحنا اللي ما بنغلطش. ايوه كلنا بنغلط. فكان وبيدي رد مقنع لكل حاجة يقولها. ليس واجبنا فقط ان نساعد الفقراء، وإنما أيضاً أن نحتمل الفقراء. في واحد من أجل الفقر والعوز يكذب ويحتال ويألف احتياجات مش موجودة، معلش، احنا عارفين أنه هو اضطر إلى هذا من أجل الفقر، نتعبش منه. الإنسان الفقير ده ظروفه اللي ولد فيها خلته يبقى فقير. لو احنا وقعنا في نفس الظروف كنا بقينا زيه. نشكر ربنا اللي ستر علينا. مش معنى كده ان احنا نتكبر على غيرنا ونشتم في الفقر. مين قال الكلام ده؟ ده المسيح اعتبر الفقر دول اخوته، وقال مهما فعلتموه بأحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبيقد فعلته.